البايوكيمستري الموجودة مربوطة بالبايو سيستمز، بينما الصوب هو الشيء اللي شوية مميز إنه مربوط بشيء صناعي، ويمكن لأهميته في الصناعة ولبساطته كمان كثير منتشر. الصوب has been known in fact from about 5000 years، يعني معروف الصوب أو صابون من سنوات كثيرة، من آلاف السنين. في إشارات على أنه البابليين أو البابليونز manufacture soap like substance، يعني حاولوا يصنعوا إشي شبيه بالصابون. كانوا بياخذوا اللي هو الزيوت وبيخلطوها باللي هو الاشز اللي هي الرماد، والرماد عادة هو قاعدة، وهذا الكلام قبل حوالي 5000 سنة. ودائما لازم لما يتحدثوا عن إشي بالقديم يجيبوا سيرة الانشنت ايجيبتس، لأنه هم اللي تركوا بقايا كثير، لأنهم آمنوا بالبعث والخلود، فكثير من الأشياء متروكة معهم، فغالبا ممكن يكونوا تركوا شيء شبيه بالصابون. عادة بحسب كلامهم استخدموها في حماماتهم، اللي هو شيء شبيه بالصابون، وعادة هو مش صابون. هم عادة كانوا بيسووا صابون بطريق غير مباشر، ممكن مثلا ياخذوا اللي هو الزيوت النباتية أو ياخذوا الدهون الحيوانية ويخلطوها مع قاعدة، فعادة هذه العملية بتنتج عنها صابون، فهم كانوا يصنعوه بطريق غير مباشر. فلو جينا نطلع ايش هو الصابون، انتوا اخذتوا الصابون او صناعة الصابون في الاورجانيك كيمستري اللي هي دي استرافيكيشن او صابونيفيكيشن، اخذتوها هاي بالاورجانيك كيمستري، الكيميكال رياكشنز هذا اخذتوه بالكيميكال عفوا بالاورجانيك كيمستري. دكتور اخذناه اخذتوه لانه هو عمليه اللي هي عكس الاسترفيكيشن، a mixture of sodium or potassium salts of long chain fatty acid produced by hydrolysis of saponification of animal fat with alkali، يعني انه بوجود قاعده عاده بتكون اللي هو نتيجه تكسير الدهون او الاويل، بنتج عنها اللي هو تكون اللي هو احد املاح الكالسيوم او عفوا الفاتي اسيدز، سواء الصوديوم او البوتاسيوم. الكالسيوم شيء ثاني، هذا الكالسيوم يحدث اثناء الغسيل. هذا اللي هو عاده هو مكون الصابون، فالصابون هو ملح صوديوم او بوتاسيوم، لا اللي هو الفاتي اسيدز او الحمض الدهني الموجود في الدهون والزيوت. Soap different types have different treatment methods and additives, but they have the same basic components. يعني بحكي لك انه لو طلعنا على كل الصابون اللي موجود في السوق كلها فيها مكونات مختلفة، بس الاساس اللي موجود واللي هو بيقوم بعملية التنظيف واحد، بصرف النظر عن الاديتيفز والمواد المضافة اللي بتنضاف على الصابون، المكون واحد اللي هو احد املاح الكربونيك اسيد. عادة لو جينا اطلعنا على التفاعل، عندنا هذا مثال اويل او فات، واللي بتحكم بكونه اويل او فات اللي هو الفانكشنال جروبز الموجودة اللي هي الار. هنا بنعطيك انه الار بتكون عادة بين 11 ل 19 aliphatic chain، ممكن تكون saturated وممكن تكون unsaturated. saturated لما تكون دهون، وان ساتوريتد لما تكون اللي هو زيوت. بوجود قاعده، يعني هذا بصفه عامه، يعني ممكن شوي القاعده تشد لانه في تفاصيل اخرى. بالنسبه اللي هو التفاعل، تفاعل بسيط، وجود قاعده وجود ماء. ممكن كمان هذه العمليه يتم دعمها بالتسخين، يعني هذه العمليه لو تركنا الصوديوم هيدروكسيد والماء بيحدث التفاعل بس على مدى طويل، حتى نقصر من الوقت ممكن انه نساعد هذا التفاعل بالتسخين، فالتسخين ممكن يسرع من التفاعل، فراح يتكون تتكسر اللي هي الايستر بوند
اللي موجودة بين اللي هو الجليسرول هيدروكسيل جروب بالأصل والكاربوكسيل جروب للفاتي أسيد، فراح يتكون عندي اللي هو الصوب ويتكون عندي الجليسرول. الجليسرول هذا اللي هو الجليسرين اللي حكينا عنه سابقا، إنه كثير بينباع على أساس إنه زيت، بينما هو مش زيت. والجليسرين أو الجليسرول مادة ذائبة في الماء، وهذا لا يصنف إنه زيت، بس هو ناتج إضافي أثناء عملية صناعة الصابون. والغريبة إنه سعره أغلى بالسوق بكثير من الصابون، مع إنه هو ناتج جانبي. فأنا بستغرب ليش سعره غالي مقارنة مع الصابون. يعني ممكن هذيك اليوم اشتريت حوالي 300 مل بحوالي 4 دنانير، فنستغرب مع انه الاصل يكون رخيص. ممكن عملية التنقية هي المشكلة في سعره، بينما المفروض انه الصابون هو المنتج الاساسي وهذا اللي هو المنتج الجانبي. والصابون زي ما حكينا عبارة عن ملح من أملاح الكاربوكسيل جروب سواء صوديوم أو بوتاسيوم، وبيحدد إنه صوديوم أو بوتاسيوم القاعدة المستخدمة. لو استخدمنا بوتاسيوم هيدروكسيد راح يطلع بوتاسيوم صولت، لو استخدمنا صوديوم هيدروكسيد راح يطلع صوديوم صولت. فبالنسبة أثناء عملية اللي هي التفاعل اللي راح يتكون عندي جليسرول زي ما حكينا سايد برودكت، وراح يكون في كمية من الألكالي، لأنه احنا عادة نحط عادة الكوستيك صودا أو اللي هي صوديوم هيدروكسيد بكمية كبيرة عشان يسرع من التفاعل، بالإضافة للمنتج المرغوب فيه أو المراد تصنيعه اللي هو الصوب أو الصابون. انتبهوا بالنسبة لنطق الكلمة شوية، بالنسبة للعرب الكلمة يعني نطقها شبيه بالسوب، السوب اللي هي الشوربة والصوب اللي هي الصابون. فحتى بذكر دكتور نبيل الرسائل عليه كان طالب من يعني طلاب مشاريع يعملوا أبحاث يعني، فواحدة من الطالبات كان مفروض تعمل بحث عن الصوب اللي هو الصابون، راحت عملت بحث عن السوب اللي هو الشوربة، فإجا بيضحك الله يسهل عليه. عادة بالنسبة للصوب برودكشن، وعلى فكرة كلمة صوب جاي من صابون، بعرفش هي بالأصل عربية وصارت تعربت عفوا صارت إنجليزية، أو إنه العرب أخذوها. صراحة ما بحثت، بس غالبا الأشياء اللي زي هذه معروفة عند الكيميائيين العرب من زمان، فيمكن يكون غالبا إنه معروفة يعني الكلمة أصلها عربية. الصوب برودكشن عادة purified by boiling with water، يعني بيضيفوا مي فبيغلوا اللي هو المنتج بالماء. precipitate the pure carboxylate salt by addition of sodium chloride and potassium chloride. ايش اللي بصير لما بيضيفوا البوتاسيوم كلورايد والصوديوم كلورايد؟ حدا بيعرف؟ اخذته بال ال ال يمكن في الاناليتيكال كيمستري وبالفيزيكال كيمستري شيء اسمه كومون ايون افكت. عاده في الاكوليبريم للبريسيبيتيت اذا اللي هو تفاعل الترسيب، عاده اذا كان تو ايونز بتفاعلوا مع بعض بروح بتكون اللي هو الراسب. فعادة إذا واحد من الأيونات زدنا تركيزه فبيعمل شيفت في الإكوليبريم باتجاه تكوين الراسب، فهذا اللي هو هدف من إضافة الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم كلورايد، إنه يعملوا شيفت للإكوليبريم باتجاه تكوين الراسب. فإحنا لو حطينا مي راح يترسب اللي هو الصابون، بعدين بيتم إزالة الراسب وبيتم ضغطها على شكل أقراص، أو ممكن أحيانا تفرد وتنشف مثلا وبعدين يتم تقطيعها. عادة ممكن يتم تجفيفها باستخدام اللي هو التشميس، أو ممكن يمرروا هواء بشكل سريع حتى يساعد على عملية التجفيف. الأشياء الثانية اللي بتفرق بين صابون وصابون،
اللي هي المواد المضافة على الصابون، يعني ممكن أحيانا يضيفوا زي مواد معطرة فبيعطي للصابون ريحة، ممكن يضيفوا ألوان دايز مختلفة فبتعطي للصابون لون معين، ممكن يضيفوا أنتيسيبيتكس عادة أو اللي هو المواد المعقمة، في بعض المواد المعقمة ممكن تضاف للصابون فبصير الصابون طبي حسب ما هم بيصنفوه فبيعقم، وفي اللي هو الكيوميك عادة اللي هو بيساعد على اللي هو زي النوع من أنواع الصخور المطحونة، فهو بيساعد على تصليب اللي هو الصابون وجعله يعني قادر على اللي هو عملية اللي هي تلميع الشيء اللي ممكن يستخدمه الواحد بهذا.